السوق ده حاجة. انا عشان شركه تامين مأمن عليها بشركه تامين فلازم باجراءات ورقيه يعني اجراء روتيني فعامل كده اختار كده كسرت انا وجيت عشان اقابل حضرتك. انت نفسك فين بقى؟ نفسي ادي رسالتي على قد المانيا. انا مشرف البلد واشرف اهلي تمام على الدوله. طيب كويس ده ليش؟ الحمد لله يا فندم انا مدرسة فرنساوي وكان فرنساوي كويس والحمد لله شرفت ان انا اطلع بمنحه تبع الوزاره ودوله فرنسا السنه اللي فاتت ان انا كنت لغايه مع الكليه في اللغه الفرنسيه وكان كل هدفي ان انا غير ان انا اخد المنحه واخد الشهاده ان انا اشرف البلد بره ان انا ده مصر من الاخلاق والسلوك والكلام ده كله والانتظام في المواعيد والانضباط عامه يعني انا نسيت ان انا رايح بعمر انا رايح طالب كليه الشرطه المصريه على كل خطوه وكل كلمه وكل حاجه بعملها مقصود عليها فكنت بركز في الموضوع ده الحمد لله طلعت من الاول هناك باشا 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 انت عندك وقت فاضي قد ايه في اليوم هنا؟ ست الفن هو احنا بنشتغل في الطبيعي 8 ساعات رسمي حتى لو اقتضى الامر اكثر من ذلك يعني اشتغل في شغل سيادتك بنكمل يعني في شغل يقعد سيادتك احنا في شغل يقعد سيادتك وسيادتك زي ما سيادتك عمرت قبل كده ان احنا بالذات الشباب الصغير ده احنا بنحاول نلقنه تدريجيا ما ينفعش طبعا يخش على معترك الحياه الوظيفيه مره واحده تمام ما يقدرش ولكن هو الثمان ساعات ده بيبقى الاساسي بتاعه ولكن احنا ممكن بيبقى في ساعتين او ثلاثه زياده لو حاله العمل تطلبت ذلك طبعا سيادتك عارف المعموله وسيادتك يعني ما بيروحوش سيادتك دور البيت ليه حق وصحتك ليها حق وحياتك ليها حق بس يعني بس البلد ليها حق اكتر واحنا مش قدها واحنا فندم قدها سيادتك وبنوعد سيادتك وبنطمن سيادتك على الحاله العامه ان شاء الله حاله الامن ان شاء الله تبقى حاله ان شاء الله تزايد واطمئنان بالنسبه لجميع الناس تبقى حاسه فعلا ان الامن ليه يعني عودته قويه وانه بيحقق التوجيهات بتاعت سيادتك وتوجيهات الوزاره بتاعتنا واحنا بنطمن سيادتك يعني بحاله الامن بصفه عامه ومدينه نصر ان شاء الله ومدينه نصر الاول بصفه خاصه ان شاء الله. هنستمر يا فندم وحضرتك قدوه لينا احنا باذن الله هننتهج نفس النهج احنا ممكن زي ما سيادتك قلت ساعات العمل والضغط بتخلينا ننسى ان احنا نهتم بصحتنا. طبيعه المشاغل من 8 الصبح لحد اوقات متاخره من الليل بننسى الجانب ده فاحنا باذن الله بفضل الله وسيادتك قدوه لينا هنحاول نستقطع اي وقت حتى لو نص ساعه في الواحد ممكن يتريض فيها ويمارس اي رياضه. انت لو اتمشيت من المكتب للمكتب لغايه البوابه دي تبص على الاولاد وتطمن عليهم 10 مرات في اليوم 50 متر في 10 ب 50 كم ده؟ هتنصحيني بايه؟ بنصح حضرتك ان انت برضه تاخد بالك من صحتك وتكمل حضرتك في اللي انت ماشي فيه ان احنا ورا حضرتك وهنقتدي بيك وبشكر حضرتك طبعا ان انت اديتنا فرصه كبيره السيدات ان هم يدخلوا كليه الشرطه باعداد كبيره السنه دي حضرتك اديت فرصه لطلبات كليه الحقوق ان هم يخشوا باعداد اكبر من اي سنه فدي فرصه كبيره قوي لينا ان احنا نشارك بالمجتمع ونؤدي دورنا ونحاول ان احنا نكون على قد المسؤوليه في الوظيفه اللي احنا فيها باذن الله ان شاء الله. وانت عايز تنصحني بيه؟ العفو يا فندم طبعا عفو ليه؟ احنا بنتعلم من سيادتك لا بنتعلم من سيادتك وفعلا شرف لينا تشريف سيادتك لينا وده تاج فوق دماغنا والله كتر خير وسيادتك
احنا مبسوطين لكل الانجازات اللي سيادتك قمت بيها، وده باين جدا يا فندم في كل حاجه، وما نسمعش سيادتك لاي معوقات تعيق المسيره بتاعت سيادتك. ف ده اللي انا عايز اقوله للمعاليك، بس سيادتك كده احنا سيادتك ماشي في الطريق الصحيح. فكل سنه وانتم طيبين. طيب يا فندم، انا سعدت بيكم. ده احنا ما كنتوش انت تتصور مع الكلام ده. حاضر.